صبها، ولما طالت بلوتي والحب لخلخ موجتي سرقت منها قلبها. الوقت حالا حتى هو ادخل واقول له اديني جيت، وان جه عزولي راح افتح واسكت واقول له قم بليل. انا هنا وساكن هنا وبكون فراط ومتنا من يوم ما صبيت وانكويت. انا اللي عايش قربها بقى يعني قلبي حبيبتي بطيخه وانت دبها. تمام كده وليه كده هتقولي قلب معدده عفريت طلع لي في قلبها. فين قلبي يا ناس فين قلبي سرقوك يا حبيبي قلبك ما بين حبيبين حيران يا نور العين. قلبي رضا الاثنين شوفي حيختار مين. يا سقيان المرار وابوه بدون صودا ولا مد. قولي لي مرة اي ربيو وخلي القلب يتغدى. فؤادي من عذابك فيه بيشتمني وحتى النوم كمان تفني بخاطمني وارش الفرش بالدي ما نيمني. انت منايا انت غرامي وانا يا ضنايا انت حرامي. من قالك معرفش هذا انا خلك يلا امشي يا عطارين دلوني الصبر من اراضي. يا سيدي يا سيدي الناس انت يا سيدي ياللي شبكت ولاد الناس نظرة يا سيدي. سيدي يا سيدي يا سيدي الناس انت يا سيدي ياللي شبكت ولاد الناس نظرة يا سيدي. انت سيدي يا سيدي الناس انت يا سيدي. يا حبي لو يسقيني كل هواك راضي بغلبي. لو يسقيني كل هواك راضي بغلبي. انا سلمتك روحي بايدي انا سلمتك روحي بايدي. سيدي يا سيدي يا سيدي الناس انت يا سيدي. من وحي حبك انا هتجنن يا اشواق مش قادر اصدق انك كنت في يوم من الايام مراتي. وانت السبب بس عامل لك ايه؟ اول مره طلقتني وصالحتني
تاني مرة طلقتني ورجعت صالحتني، ثالث مرة طلقتني وهجات على دماغك. ما تقدريش تتصوري يا أشواق قد إيه أنا بتندم. ما هي دي غلطتك، دلوقتي أنا متجوزة واحد تاني ومش قادرة أخلص منه. لو كنت عارف إن فايق هيعمل كده ما كنتش رضيت إنه يعمل محلل أبدا. أنا متفق معاها إنه يتجوزك ويطلقك على طول، يقوم المغفل يتلحم ولا رضاش يطلقك. وإيه اللي هعمله بس؟ أخنقه؟ أرميه من الشباك؟ ده أنا مسودة عيشته ليل ونهار عشان يسيبني ويطلقني؟ مفيش فايدة، مستحمل وقاعد. أنا كل عيني ما تشوفه يتهيألي إن أمسكه وأقطعه مليون حتة. كنت فاكره إنه صديق وهيعمل فيا معروف، قام استخفي إنه عمل فيا مقلب. ما هي دي غلطتك أنت يا رايق. راجل عصبي طول النهار تتخانق معايا وعلى طول تروح رامي يمين الطلاق. كنت مجنون يا أشواق، ما كنتش عارف إن يمين الطلاق ده سلاح بطعم بيه قلبي، وما حسيتش بقساوة السلاح ده إلا بعد ما طلقتك ثالث مرة. واديني دلوقتي ما بنامش ليل ولا نهار، بحبك يا أشواق من كل قلبي. يا أخي جاك وجع قلبك، إزاي يا فندي يا عديم الذوق يا قليل الجنتلة تتكلم مع ست متزوجة بالشكل ده؟ بره من فضلك. إيه؟ الناس بره. عيب يا فايق، عيب يا أخي. عيب إزاي؟ هو فكره أنت متجوزة إيه؟ عربية يد؟ قشط غسيل؟ لا يا هانم، أنت متزوجة رجل والرجال قليل. أنت لص، أنت خطاف، أنت نصاب، أنت حرامي، سرقت مني الست بتاعتي. انا يا اخي ما سرقتهاش من محفظتك، انا سرقتها على يد المأذون. واتفاقي معاك اوام نسيته؟ احنا مش متفقين على انك تتجوز اشواق وبعدين تطلقها. اطلقها ازاي يا استاذ؟ انت فاكرني عبيط زيك؟ ده انا بحبها وبموت فيها وكنت مستني لما تموت علشان اتجوزها، وكنت بادئ عليك ليل ونهار ان ربنا يقطم اجلك علشان اتجوزها، ولكن ما دام اتجوزتها يبقى مفيش داعي علشان تموت بسرعه. خد راحتك، موت على مهلك. انا اللي هقطم رقبتك. انت تبقى جوز اشواق؟ لا، ابقى جوز فراخ. طبعا جوز اشواق، نصها الحلو. انت نصها الحلو؟ اه ده انت نصها الوحش، نصها المعصب. ايه؟ شهده سامعه؟ امسكيني احسن هروح اموته. بس بقى. حاضر، بس ايه اهو. ايه؟ ما تنساش بكره يا رايق الحفله بتاعه توت. انت انت ازاي؟ هو احنا عندنا كام توت؟ اه على فكره الحفله فين؟ في كوريا. وبعدين معاك انت باين مش هتفوت الليله على خير. حاضر، عن اذنك يا اشواق. وانت من اهل جاتك البلا تلم. اخرس، ما تشتموش ده برقبتك. يا اخي جاكي اطمر قلب. اسمعوا يا ستات، وانتوا يا اساتذه، بكره عامله حفله لتوت وكلكم معزومين عندي. مبروك يا ست اشواق. عقبال كل سنه، يتربى في عزكم ان شاء الله. ميرسي، اوعوتيني. اوعوتيكوا. يا ماما. ايه؟ الحق يا ستي، سرايح حاطط لي رجليه تحت العربيه عاوز يشنكني. تعالى يا جدعان. نعم يا اخويا. رجليك دول؟ اه رجلي انا، شدهم عشان توقعني. اوقعك ده انا هخرشمك، ده انا هتتنسك، ده انا هعدلك القلب. انت ضربتني برجلكم مالت ايه؟ اطلع يا عم. ولا مؤاخذه يا بيه، اصل وقع من النص دي الفضه وتحرك تحت العربيه، نزلت ادور عليه. اه مساء الخير. مساء الفل، مساء الفل. يلا بينا، انت حبيتنا في الشارع. طيب اديني الجاي. شهيد ثم زفير، الايد اليمين جنب الرجل الشمال، الايد الشمال جنب الرجل اليمين، يمين شمال. صباح الاولمبيات يا دمنا. اوه كوارث، كنت مصدق يا ما يهزبان. يوم ايه هزبان ده ايه وجزبان ده ايه؟ وانا متجوز دمرة بنت المعلم الدوش ولا دمرة بنت المعلم جنبون؟ يا سلام، ان ما كانش عاجبك اقول لك يا زوجي بالانجليزي، ليك عليا اقولها لك باللغه العربيه الفصحى. صباح الخير يا باعلي. باعلي؟ او لا، قوليها بالانجليزي احسن. الا باعلي دي انا ما ردش عليا باعلي دي الا بتوع الخضار، لما بتوع الكوسه يقولوا يا كوسه يا باعلي. ما انت معذور، انت جاهل، انت امي. بقى انا امك؟ والله عارف كمان شاب انا مراتك وتبقى انت بعدي. يا راجل افهم اتنور. امي يعني عمرك ما دخلتش مدرسه زي بقى بذمتك؟ انت دخلت سكولة؟ انا ما دخلتش سكولة، انا ما شربت بيت سكولة. ايش جاب السكولة في البيت سكولة؟ اي حاجه فيها كولا والسلام. انما قولي لي بقى بتطلع على الناس. نعم. انت تعلمت النحو في انهي مدرسه؟ في السياسه، لما كنت ممثله دراع 15 سنه وانا ابثل بالنحو، اصور بالنحو، اخلي الجمهور يعيط بالنحو، واخيرا ذهب المجد منها. وايه اللي خلاك تبطل التمثيل؟ كيلوباترا، حبيت امثل دور كيلوباترا على المسرح، صاحب التياتر ما رضيش، اقسمت 30 يمين ما انا طالعه على المسرح ثاني. كان نفسي اعدد على خيبه انطونيو وهو مقتول،
واقول له اه يا انطونيو، اه يا حبيبي، ادركوني بطبيبي، ادركوني بالنشادر والكولونيا للحبيب. طب نزل الستاره بقى والسلم دول. هما ايه دول؟ شوارع؟ لا بقى ايه؟ الفيه امبارح طلب مني فتح شوارع عشان مريضتي واشتغلت فيه. وانا هعمل فيهم ايه دول؟ تعمل لهم ايه؟ تعمل لهم مانيكين؟ تلبسيهم شرابات ني؟ ما انتش عارفه كوارع تعمل لهم ايه؟ عمرك ما طبخت كوارع ابدا؟ لا اتجوزت كوارع بس. وبعدين معاكي ما تفكرينيش باللازم ما ده. اه يا كوارع علياني ده الكهرباء اللي لزقت في جدتي فوقه. ايه يا دم فاكر ايام زمان ايام ما كنا بنحب بعض جديد وكنت تفوت تحت الشباك في عز المطره تصفني زي البابور القشاش اروح انا فاتحه الشباك ودلق عليك صفحه الزباله. وايه دمعه التذكارات المعفشه دي؟ فاكر لما قابلتك اول مره في السكه وناولتيني ورد حمر رحت انا بكل دلال من اولاد بالشيب شيب. طب قفلي بقى كتاب التاريخ المنيل ده وخلينا في الكوارع. هتطبخهم انت ولا اطبخهم انا؟ لا اطبخهم انت. امرنا لله، ابقى كوارع واطبخ كوارع. الكوارع الكوارع اللي هتاكلوا صوابعكم وراها اطلقها في الشارع، ارميها للقطط، اندخها كلها. يا حبيبي يا رب مالكم كتشانين كده وشكوا زي معمر مواد مفرقعه؟ اسمع انت كوارع، انا هشهدك وانت بتشهد بالحق ولا اقول غير الحق. يخلصك بابا جاي يشوف الست بتاعتي لاول مره يلاقيها مقعدة له توتو علشان ياكل معاها على السفرة؟ لا ما يقعدش. ازاي يا راجل انت ما يقعدش؟ وانا حالتي في الدنيا غيره؟ ده سلوتي الوحيدة في عيشتي المنيلة مع الراجل ده. يبقى يقعد. يقعد ازاي يا بني ادم؟ انا مفهم بابا ان انا متجوز ست عقل. انت عاوز يقطع عني القرشين اللي بيبعتهم لي كل شهر؟ يبقى ما يقعدش. ما يقعدش ازاي يا بني ادم؟ هو هياكل في الصحن بتاعه ده ليه خربيش مخصوص. يبقى يقعد. يقعد ازاي يا مناخوليا؟ ازاي حيوان يقعد ياكل مع بابا؟ يبقى ما يقعدش. والديك اللي هينزل في معدة ابوه حيوان ولا مش حيوان؟ اه يبقى يقعد. ما يقعدش يعني ما يقعد. وانا قلت هيقعد، وما كانش هيقعد على السفرة مش هيقعد في البيت. بستين الف عربية كلاب كده؟ ايوه. طيب انا هسيب لك البيت مصربة على دماغك وحمشة انا وتوت. الله اشواق انا بهزر معاك تعمل معروف اوعى تمسح كم بابا زمانه جاي يشوفك. انا يستحيل اقعد ما دام كل ساعه والثانيه تسكت عليا انا وتوت. اشواق الله اشواق اشواق يا جدع انت بتلحم كده ليه؟ فين الجاكيت ده؟ الله جاكيت انت هي بتاعت البيت. انا كنت عامله حسابي بعد اتفضل. انت دومر انت يا اخي جاتك دوسه. ايه ده؟ ده لازم نعمل لهم عمل كل يوم خناق بالشكل ده؟ العيشه تقصر العمر؟ ما تنفذ الراجل بالشكل ده؟ هذا هو المطلوب. اصلها بتحب جوزها الاولاني، انا على راي المثل القديم يحلى ولو كان واحد. النهايه طلعت الكوارع من جسمتنا. اتفضلي يا مدام بعلي. مين تعالي؟ ايه اللي جابك هنا؟ ما انا سكنت هنا من امبارح، خدت شقه نمره 6 اللي في الدور الثالث. يعني قدام شقتنا وبترقصي فين دلوقتي؟ لا يا اخويا انا بطلت الرقص من زمان، اصل اتجوزت واحد شامي تاجر يا مش قد الدنيا، اسمه الخواجه فارس 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 وبالعكس، بيتاجر في اللوز والفندق والعنجمن. سأل اديك الهنا والشفا، اقعدي بالعافيه. اشرفنا. ميرسي. مصائب قوم عند قوم فوائده. هيودعوا للجماعه كل يوم يتخانقوا ويسيبوا لنا الاكل. يا ست ربنا يديم الزعل بينهم. يا سلام عليك ولد. الو؟ ايوه هنا منزل الاستاذ طايق بلبل والست اشواق وكلبهما توتو. انا باهر ماهر طاهر مدير شركه الافلام المجففه. من فضلك عايز اكلم الاستاذ. الاستاذ يا استاذ مش موجود، يلزم خدمه؟ طيب من فضلك لما يجي يديله خبر ان الاستاذ باهر ماهر طاهر مدير شركه الافلام المجففه جاي يتفق وياه هو والست حرمه وكلبهما توتو على الفيلم الجديد اللي هيخرجه بعد شهر. حاضر من عينيا. باي باي. يا ده الحوطه يا دي اللخمه. ايه الحكايه؟ ده مدير شركه سيما بيقول انه هيجي النهارده عشان يقابل سيدي فايق بيه يتفق معاه علشان يطلعه في السيما. انا خايفه لا يصب على القهوه ولا يلاقيهوش يطير الفيلم من ايده. طب ما ياخدني نبدال. بقول لك يا منيل مدير شركه سيما مش مدير مصلحه الترضيه. طب وايه العمل دلوقتي؟ العمل تروح تدور عليه باي حل لحد ما تجيبه وتيجي. هجيبه هوا، هجيبه لو كان في اخر الدنيا، هجيبه من استراليا، هجيبه في نقاله. ايوه كده الى حدومك وخلقك. حالا ده هغير. طب ايه همتك؟ يلا عوام. افندم يا بيه. انا رايح لحد اشواق الرقاصه علشان اتفق وياها هي وجوزها على الفيلم الجديد. طب والجماعه اللي جايين من العراق؟ ايه؟ فكرتني هم جايين امتى؟
بعد ربع ساعة ضربوا لي تليفون بيأكدوا المعاد. إذا نأجل مسألة أشواء دلوقتي وحضر العقد. أمرك يا بيه. فجأنا جايبك هنا علشان تاخد صورة لابني ومراته وتكبرها لي وتبروزها لي عشان عساجها في الدوار في البلد. إن شاء الله هتكون مبسوط يا بيه. يا سلام والله اتجوزت يا فايق. وإن كنت تقدر تعملها بالألوان يبقحها. أمرك يا بيه أمرك. أيوه حاكم هم أصلهم يعني عرسان متجوزين لسه جداد. إيه؟ يا اخويا يعني ما حدش بيرد نكونش غلطنا في الشقه ولا ما حدش جوه؟ لا يا بيه دي الشقه اللي وصفها لنا البواب. نسكت اكون خبط. يا جماعه اللي هنا. يا عالم. يا هو. يا ناس. عمرو. ده 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 في الشاي. انا عارف. احنا المفتى ده اتفضلوا يا مرحبتين. اهلا وسهلا. انتوا حضراتكم بتوع السينا؟ لا بتوع السما. انت تقولي لي جابنا يا حرمه بسرعه الشجاني مش شجاني الاستاذ فايقول بول. ايوه يا فندم. هو موجود؟ لا. ست بتاعته موجوده؟ برضه لا. لا هتيجي تتحيا بقى وعدم تسعني بقى اقول له استنصرني ما يستنصرنيش. يلا بينا من هنا. اضغط شويه يا بيه اضغط شويه يا بيه في ديك روم يا بيه. نبقى نقعد يا بيه. نقعد؟ تقولي لي جابنا اسمك ايه؟ روما. انا روما. هتريني من الصبح عمال ابص لعينيكي واقول دول عينين ولا شيش بيه؟ شربات يا بيه والنبي لا تاخدني وتطلعني في السينا، ده انا كنت ارتست قد الدنيا، انت ما سمحتش حضرتك عن الاستاذه دوما الدوش ولا الدبل. تبقى ما عندكش حظ، ما عندكش دخل. انا كنت اجمد ممثله دراما وتراجيديا. باين عليكي ممثله قوي. يا سلام يا سلام يا سلام لملام يا سلام عليا في دور ليلى. انه متصل ومتصل ولكن ترضى حجابي يزال وتمشي ظنون على سجين ويمشي ابي فيغض الجبين ولا تشتري الناس من فجله. فجله؟ ابو ليلى العامريه كان بيبيع فيه؟ امال كان بيبيع ايه؟ طبيعات؟ ايس كريم؟ يا اخي ما تبقى مصري ازاي؟ انا مش فاهم حاجه. انا يا وليه جاي اشوف الاستاذ فايق ومراته فقط لا غير. وانا والنبي يا استاذ فايق لو شفتيني وانا بمثل غابة الكاملية مع حبيبي ارماندو كنت بخلي المناديب تتعصر من كتر الظلام كنت بخلي المتفرجين خارجين مش شايفين من عناء. يا ستي صدق بس فايق ومغابه فين؟ فهمت. انت بقى على كده عايز رقاصة وعلى العموم انت جيت في جمل حاجة بسيطة. انا كنت زمان بشتغل رقاصة في محل سويس فايق اشتغل زومبا وكونجا وعربي وافرنجي وفرنساوي وانجليزي وبربري حاجه كده هوريها لك انا بلدي. لا لا روحي على البيت على البيت. يا جماعه يا جماعه من قدامي لا تعملي لي تلبك في المعده. ايه يعني الرمبا؟ الله الله واقول يا جابر احرم عليك. ارفع ايدك في السكينه واضربك بالنصاب. واقف قدامي على المطبخ.
يلحقوني. قلبي صرت عليا هناك. مش قادر اروحها. قدامي بقول لك قدامي. اقعد. ترى شفت سكاكين اخرى؟ كان. نعم. هو ده المسدس اللي متحوشيني بيه؟ مسدس مخيفات. باتا. حياة ابوك ده لما تربع البيت شقة على شقة. طول بالك يا بوك هفهمك كل شيء. يفهمني ايه بعد ما شفت معناه؟ من الراجل اللي كان بيرقص معاك يا جدع؟ ده مدير شركة السيما يا خايب جناي. هو اللي له عينة من فني عشان يطلعني على الشاشة البيضاء. هو اللي كان بيتكلم في التليفون. هو ده بتاع الشاشة البيضاء؟ أيوه. أمال ماله مش باين عليه في تحديد. هو أصله متخفي عشان يكتشف وجوه جديدة. سلام على دخلة مخي. وسايباني أهزأ في الراجل لما شوية بتتحسن من دمه. ولا تقولي لي؟ ما أنا خفتك يا جنبك لا تنزل كرش بالسكينة. يا دي الخسارة. وأنا أفتكر ساعة لما أبقى جوز النجمة السماوية. ثم ندش. ميلت بختي وسودت اسمك. أنت عايزني طول عمري أفضل عايشة وراء الستات؟ عايزني أقدم فن تكلل الملوخية وصواني البطاطس؟ لا تزعلي، كمان شوية أروح أتعذر. ولقيت الأستاذ فايق ولا لأ؟ لفيت عليه 25 شارع ما لقيتش حد. يا النايبة يا إخواتي يا دي الكسوف. دوم أنا. أنا كنت أجيب؟ ما تنسيش بتاع شوية. ما حصلتهاش، بابا ما جاش هنا وأنا مش هنا. لا يا سيدي، اللي جاش بتاع السيما عايز حضرتك في فيلم جديد. هو فين؟ قاعد في الصالون. مستشكر يا ده؟ ما ده يا بحكي له عن اللي عملته فيه يبقى شكله سوف. ربنا يستر. يا خلع وسطياني. مين؟ بابكا. اهلا وسهلا يا بابكا. انت جيت امتى؟ جيت في ساعه نحل. انا ماليش بعد ابدا في البيت المرستاني دي. خير ان شاء الله. ايه اللي حصل يا بابكا؟ وليا هنا اسمها طاوله. اسمها دبش. لا دبش ولا طاوله يا بابكا، دي اسمها ضمنه. ايوه ضمنه. جت هداهي من اول ما دخلت من هنا. هو تستلمي تحدفني يمين ترى لم تحدفني شمال وتحدفني يمين لحد ما بوظت الجهاز الهضمي. ما تزعلش يا بطاقة، انا اجيب لك خيره. الست بتاعتك فين؟ الست بتاعتي؟ الست بتاعتي فين؟ موجودة يا بطاقة. طيب اندهليه ولا يعني مستعر مني؟ لا سمح الله يا بابا العفو. إيه؟ هي اصلها عند الجيران وانا رايح اندهلها حالا. ايه؟ اندهلها حالا علشان الراجل ده ياخد لكم تصويره ويروح لشغله. يعمل يا معروف انا راجل عندي شغل. ايه يا بابا، هو ده اللي هيصورنا؟ امال ده باين احنا اللي هنصوره. صوروه. يلا شوف شغلك انت بقى يا باش مصوراتي. عم بقول لك شو بتريد حضرتك؟ سعاد سوسو فيفي سعاوعاو. هي ايه اللي جابك هنا؟ اعملي معروف يا سعاد عاوز الخدمه لمده نص ساعه بس اقدمك لبابا بصفتك مراتي لان اشواق سابتني ومشيت غضبانه. شفت بقى، لو كنت اتجوزتيني من زمان كنت دلوقتي بقيت مراتك بحق وحقيقي ومفيش داعي ابدا للتمثيل. بس يا سعاد انا اشكرك جدا لو عملتي لي الخدمه دي. لكن انا كيف لو جوزي يرجع على غفله ما يلاقينيش؟ ده مجرم، ده جبار. طيب وجوزك راح في انهي مصيبه؟ نزل يجيب دواء مسكن الاسنان، اصل سنه توجعه قوي ونص ساعه طلب راح الدكتور، مش عارفه الدكتور اتاخر ليه؟ طب تعالى معايا 5 دقايق بس قبل ما يرجع عشان بابا لو ما شافش مراته هيفتكر ان انا بكذب عليه وهيمنع عنه مساعدتي. اصور مره واحد لابي لعبد المجيد ضربه بوكس مكسره له 5 حتات. يا ابا اخي. وطلع عليه واحد كان بصص من 7 دور. يا اعين. هعمل ايه دلوقتي يعني؟ يا دهوة السود، اعملي معروف خلصيني. واخ يا استاذ، واخ يا زندرمة، شو بيكون هالزلمة؟ مبسوطة بقى قولي له مين شو بيكون هالزلمة؟ بدي افهم شو بتكون وليش انت داخل هون وشو بتريد؟ لا طول بالك شوية، ده انا الحكيم. شو؟ ذنبك الحكيم؟ ايه الحكيم؟ دخيل ابو قراط تبعك، عالج دويني. انت الزمك عملية فتح بطن، عندك المصران الاعرج. فتح بطني يا امي. امال ايه؟ انت جسمي اللي بيوجع يا دكتور. لما كنت تقولي كده من الصبح هتوديني في داهية. انت الزمك عملية فتح بق. اقعد. انت ايه اللي بيوجعك؟ ضرسك؟ لكن شو بيوجعني؟ صرمايتي يا ضرسي. طب افتح بقك كويس افتح. طيب. قول لي بقى، انهي ضرس اللي بيوجعك؟ اللي في الميدان ولا اللي على الناصية ولا اللي في الشارع الطوالي؟ شو ميادين شو نواصي شو شوارع، هيدا تمي منه مدينة سان فرانسيسكو. عالجني يا دكتور ابوس اجرينا، انا رح بموت من الوجع. ما تخافش انا هخليك تموت من غير وجع، فانا رايح العيادة عشان اجيب الشنطة والالات. ما انت جيبهم معاك هم يا دكتور، انت ناسي. تعالي
يا نهار اسود، انا هخلع درس ولا هخلع شباك؟ اعمل اي حاجه بس عشان ما تمشيش قدامي. دخله جالك ده ريحني. خلاص هريحك الراحه الابديه ان شاء الله. افتح بقك. شوف كم ماشي. ايوه، امال هخلع لك درسك بايه؟ برجلي؟ افتح بقك. ما في عندكم بنش؟ مفيش لزوم. هات الشاكوش وهات الاجنه وهات المسامير. شو مسامير شو خوامير؟ هيدا درسي منه حيطه. العمر واحد والدرس واحد. استحمل افتح بقك. يا نهار اسود، يخرب بيتك، ده درس بني ادم ده؟ لا يمكن، ده درس حمار. يا لهوي يا وزرتي، سمعت ايه الدرس؟ واخ يا ابني، واخ يا ابني. الحمد لله اهو ناصع يعني عايش. تعالي نسيبه قد نص ساعة لغاية ما عرفك بابويا وترجعي تاني. نفرض انه صحي يا ستي، مش هيصحى ولا بكرة الصبح. يلا يلا والنبي. البس البرنيت، الله ينجحك في المقاصد. يا بابا ايه ده؟ العروسة مش هتيجي بقى؟ يعني يا سيدي الشغل مقطع بعضه، اهي الزباين تلقاها قاعدة متقطعة بتستناك جنب السور. هم جم، اجري وظف شغلك انت. باباكا مراته هي بابا. اهلا 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 اهلا. ايوه اجل وشوش الحلوه اللي تفتح النف. مش ضمني، الهي حرقها يا رب يا رب. بابا تحب اعمل لك حاجه بارده؟ والله اتعمل البارد كتير النهارده جو. طيب سعاد اعمل لنا قهوه. حاضر. هو المطبخ منين؟ قدامك من هنا. ايه رايك في بابا يا مراتي؟ في مراتي يا بابا. والله حلوه يا فايق، ربنا يهنيكم بابا. الله يخليك يا بابا. مين؟ اشواق؟ يا دي التعديل المنيله، يعني انت ايه اللي جابك؟ ايه ده، صعبت عليا، ما رضيتش انك تتورط قدام ابوك، سبت صوته عند ماما وجيت. ايوه لكن ايه؟ لكن انت لما زعلت قمت جريت وراك عشان احصلك، ما قدرتش. اترددت على الصواريخ وقدمتها لبابا على انها مراتي. لا يا شيخ، يبقى مركزي ايه انا دلوقتي؟ خش خرجها احسن اخش امسح لك بيها البلاط. عالي يا اشواق، انا عارف انك بتحبيني وتغير عليا، لكن معلش. بقول لك خرجها احسن ارميها لك. اسمعي بس، اخرجها ازاي اذا كنت انا قدمتها لبابا على انها انت؟ ما يهمنيش انا. فايق يا فايق، انت واقف مع مين يا يا فتى في سجته؟ يا الست دي مين؟ حضرتها يا بابا تبقى ست اشواق جارتنا. يا جيران الهنا يا عالم. بتخليها تتفضل. ايوه يا بابا، 5 دقايق بس وبعدين هنحصلك. بس اتفضل استريح. انا مستريح كده قوي. طب يا بابا انقذنا دقيقه واحده. اعمل لي معروف يا ست اسواق، زوغي من هنا 5 دقايق على بال ما اطلع لك المساله وافضي لك الشقه. انا طالع عند الخياطه فوق 5 دقايق. تعرف لو نزلت ولقيت حد في الشقه يا مريض العسل السريجوسي، ما يصحش شوكه في جيني. اتفضلي استريحي. معلش يا بابا، اتفضل انت وهي الست اشواق وعدتني بالزياره. اتفضل هتيجي ان شاء الله. اتفضل يا بابا. انا مش منقول من هنا لحد ما ترجع تاني. اسمع كفاية. نعم يا بابا. تعرف انت عاوز الحاج؟ ها؟ انا انشكيت في قلبي من اول نظرة من الست اشواق. يا دي التعديل المنيلة. سؤال يا فايق. السائل يا بابا. هي الست اشواق مش هترجع علشان تتعشى وياني؟ والله مش عارف يا بابا. مش عارف ازاي؟ ايه اللي تطفي وايدك الزوج ده يعزمها؟ امسك فيه. حاضر يا بابا حاضر. سؤال ثاني يا فايق. اتفضل. ايه؟ انا يعني شكلي كده هو يعني وبيفتي كده يعني مش فيها شيء من السكسابيل. السكسابيل؟ ايوه ده انت كلك سكسابيل. تعال سؤال ثالث بقى يا واد يا فايق. ايه هو يا هبا؟ هي عازبة ولا متجوزة؟ متجوزة وبتحب جوزها خالص. الله ينكد عليك والعمل. انا ما اخبيش عليك يا فايق، انا حبيتها حبيت. يا بابا قلت لك اصرف نظر عنها، ده جوزها راجل شران وقتل قتله، وفي الاحوال اللي زي دي ما بيعرفش ابوه. يا سعاده البيت، العروسه اللي هتتصور، انا راجل ورايا شغل. والله معاك حق، فين العروسه؟ امال يا فايق خلي الراجل يروح لشغله. اهي والله بنت حلال. ولازم الصوره دي يعني يا بابا دلوقتي؟ امال الصوره والعفريته اخرى. يلا يا مصورات الفن شوف شغلك. يلا هات. يا فايق انا
العصبية تفرس ولا غير تفرس علي. يا سعاد اعملي معروف تمامي جميلك كلها 10 دقايق وحصرة واحد. بس يلا بقى يا مراتي ابني خلي الراجل يصوركم ويروح لحاله. حالا يا بابا. يصور مين؟ اصل يا ستي بابا مصمم على اننا ناخد صورة مع بعض. يا خبر اسود اصور معاك انت هي دي الفضيحة. يا ستي ما تتضايقيش ولما تطلع الصورة ابقي مزعيها تعالى. يلا ايه؟ هي مش عاوزة تتصور؟ لا اصل يا بابا. يلا يلا يا اسطى شوف شغلك. بس جهز الالوان وهندزها ووضبها كده. اقعد انت يا فايق. ايوه خد عروستك على حجر. حاضر. ايه ايه؟ اخد على حجر؟ ايه؟ اصلها مكسوفه يا بابا. مكسوفه من ايه؟ من جوزك ولا من حماكي؟ ولا من نصه؟ يا اخي حتى اذا كان على نصه ومداري في البتاعة السودة دي لا شايف ولا ناظر. اقعد اقعد اقعد. طيب يا بابا ما نقدرش نتصور بوز غير ده. اصل العرسان الجداد لازم يقفوا جنب بعض. طيب وقفوا جنب بعض بس انتبهوا لبعض قوي. يلا شوف شغلك شوف. ايوه. 1 2 3 مبروك. الله يبارك فيك. نهارك سعيد. نهارك سعيد مبارك. يلا وضب الصور كده وهيئهم كده هو وخليهم عال وهاتهم لي لحد هنا. حاضر. ايه. طيب روح من باب المطبخ من باب المطبخ. باباكا انت هترجع في قطر الساعة كام يا بابا؟ والله يا ابني انا كنت جاي علشان اكلفك بمأمورية وارجع في نفس اليوم. طب انا مستعد اطلع لك يا بابا. لا مش مسافر. ليه؟ مضطر اقعد لحد ما تنتهي الخطوبة. خطوبة؟ خطوبة مين؟ خطوبتي على اشواق. اشواق؟ يا دي المصايب المسلسلة يعني. ما قلت لك يا بابا خدي متجوزة وعلى ذمة راجل. يا سيدي انا مستعد راضيه وراضيه ويتبالي. مش ممكن. كما ان ده راجل شرانه ويمكن يأذيك. انت ملك. هو مين جوزها؟ ايوه جوزها 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 كوارع. الراجل المستوحش اللي كان هنا دي؟ ايوه الراجل المستوحش اللي كان هنا دي. مش ممكن يا عالم بقى الحمامه الحلوه دي تتجوز الغراب دي؟ يا سيدي اسمها كما وان بتحبه وبتموت فيه. ده كلام مش معقول. هي لازم خايفه منه. مفيش حب ابدا. الله اهي جايه انا هسالها قدام. ده هو الله. نعم باباك. نعم الله عليك. الله لسه هنا. بقى انا ليا جزء عينين ينفذوا في الصميم وبناء عليها اقدر اقول لك انك عايشه مع جوزك غصب عنك. فعلا. يا سلام ده كلام مظبوط. يا سلام على نبهتي. شايف ابوك ناصح ازاي؟ والراجل جوزك ده راجل من الاوباش وانت خساره في الست. ما بلاش نتكلم في حق الناس يا بابا. وانت مالك انت؟ خد راحتك يا بيه قول اللي انت عايزه. انا ما صدقت الاقي واحد عشان افضفض اللي في قلبي. على العموم انا زهقت من جوزي. جاتوا ده يا تاخدوا. يا عالم يهوه يهوه. حد يقول غزالي تتجوز جحش؟ قول له احسن مش مصدق. الله وهو الجحش مين خلفه يا بابا؟ حمار. خلاص اسمح انت تسيبنا لوحدينا شويه وتخرج. اه ايه؟ مش ممكن ابدا اسيبك لوحدك معاه. الله اصلها سعرانه بتعوض. اتأدب يا استاذ. انا ما بقيتش استاذ انا بقيت بوتاجاز. انا واحد انا ملهلك. يا واد اختشي على عرضك يا جليل الحياه يا جليل البوليتيك. انت سد واسكت ما تشوشرش على المفاوضات. مفاوضات؟ قوليلي يا بطه. يا دهوتي. بما انك زهقانه من جوزك الجديد ما تسيبيه وتتطلقي منه وتتجوزي سيد ابوه. يا ريت ده انا عايزاه يطلعني النهارده قبل بكره. لكن ده لازم تلقيح. خلي الحكاية دي عليا. انا هخلصك منه بالفلوس وخليك ترتاحي من وجوده الاكل. يا سلام على افكارك الهايلة يا باباكا. ده شيء جميل. جميل جدا. قوي. عن اذنك انا رايحة اجيب توت. مش هتقعد معانا الليلة؟ ودي عايزة كلام؟ عشان تحضر حفلة توت. عقبال حفلتنا ان شاء الله. ميرسي. اروفار. اروفار. سلامي. انت رايح فين؟ ايه رايح اوصلها. ايوه طيب وصلها لي اتردها لي كلمها لي. انا مش منقول من هنا الا وانا متاهل. ان شاء الله هتتاهل هتتاهل. ايوه لكن استنى اقول لك احسن انا اللي اروح وراها وانتهي لها فرصه واعزمها هي وجوزها على العشاء وننهي الموضوع. لا اطمن انت انا هروح اكلمها وخليك انت هنا. والله برضو فكره حكيمه. انا ما اتانيتش شويه الست بتاعتك. هي فين؟ في المطبخ؟ لا يا بابا مطبخ ايه؟ امال فين؟ في وسط النوم؟ لا 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 استريح انت وانا هسيح حالك. أروفار بابا. اجري الحقيقي بالكمالات اوام. من عندين يا معلم. فارس ابو فوارس. فارس. تعال الحقني بينه مات. لا ما تخافيش انا هفوقه. روح انت بس تكلمي بابا عشان عاوز. تاني؟ لا يكون اسمح لي.
لا لا عشان خاطري انا دي اخر مره. مش ممكن. اعملي معروف. ماليش دعوه يا اخي. هيتخرب بيتي قولي اه. ما اقدرش اقول اه. طيب ودلوقتي؟ ما اقدرش اقول لا. كلمي بابا. ابو هشام لوستي هتصحى. ايه؟ يا ميت عباد الله يا رجالي. طيب اتغطوا. اهلا 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 مرات ابني. انسينا قوي يا سعاده الدين. الله يا انتي عندكيش حاجه الحماكي كده يتصبر بيها ولو فيها رزالي. من عيني. تسلم عينيكي. ده الاستاذ المخرج لسه هنا. ما عندكوش حاجه تتاكد في المطبخ؟ اهو عندك هناك المطبخ. ودي كانت عنده بتعمل ايه بقى؟ يمكن عاوزه تظهر على الشاشه البيضاء. لا 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 اوعى تقول كده. كلمه يا باعلي العزيز اترجع خليه يرجع لي مجدي الذي مضى وكان. ما تحمليش هم انا هروح اشوف لك ميت. ايوه كده خلي الفن يتجلى. السلام عليكم يا حبيبي. عليكم السلام. اهلا اهلا اتفضل 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 اهلا وسهلا اتفضل. هو فايق يكلمك في الموضوع. الموضوع احنا تحت امرك يا بيه مفيش لزوم للوسايط. يعني نخش في الجد بقى. معلومه بيحسن من الجد. انا جاي عشان هدول المساله. انا عجباني كمان وهتعجبك كمان بعد التمثيل. بس انا ليا عندك سؤال. اتفضل. حضرتك يعني ناوي تاخد الست بتاعتي؟ امال يعني استبينه. استبينه حلو. وهتدفع كام بقى بالصلاه على النبي؟ ادفع لك 200 جنيه 100 مقدما و100 بعد ما تطلقها. اطلقها؟ واطلقها ليه؟ عشان اتجوزهاني. تتجوزها انت؟ طب اتشاهد على روحك. انا هوظفك كمان. هضربك كفته. ودرك كمان. اتشاهد على روحك. يا مين حضرتك؟ الطبيبة المداوية. يخرب بيتك الدرس اللي شفته ما الدرس المعتوه. امال ايه؟ درس العائل. طب انا هعمل لك ايه؟ رجعوا لي تاني. رجعوا لك ازاي؟ وحياة الله لازم ترجعوا تاني. يا ماما وحياة الله رجعوا وراك. استنى لما اطلع ساعة العمى في قلبك. وين هتدخل العمى في قلبه؟ رجع لي درسي الثاني. وين راح؟ الله صباح لما موتك. وين هتدخل ملعون؟ وحياة الله مين؟ الدكتور عاد مرسي. وحياة الله راح بأوصل. انت كمان؟ ده انا هموته. انت راح تموته؟ منيح اتفضل. تكرم يا معلم. لا لا ما ينفعش. اتفضل حضرتك موته. ايه ما بي ليه؟ اتفضل موته انت في الاول. لا لا الناس ما مات. موته حضرتك قبل. هي عزومه يا اولاد الاجرمه. مش فاهموني ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ حكايتك سودة. موضوعك كله هباب في هباب. تاخد مراتي بالحضن وما عندك دم تقول. ايه الموضوع؟ مراتك؟ في مرات فايق ابني. الله ما تتكلمي يا سعاد ما تقولي له. انا جوزي فارس. دي فارس. لا ده انا ما بقاش فاضل في عقلي ولا بوري. بقى انت مش مرات فايق ابني؟ ابدا. انا عملت مراته قدام حضرتك لان الست بتاعته ما كانتش موجوده وكان خايف لا تزعل وتحرمه من المساعده. امال متجوز مين فايق ابني؟ متجوزني انا يا سعاده البيت. الله متجوزك انت؟ وانا اللي كنت بتفاوض ويا كوارع بيها على انك مرته؟ يعني ما كنتش بتكلمني عن ضمنه؟ ضمنه مين؟ اذا عفونا عنك. روح الله يسامحك. ما بتكلمني يا كوارع. اطبخ نظيفني كوارع. على المطبخ يكون على الاذان يا بعدين. شو هالزعبرة؟ أنا بعرف إن الجار بيستلف من جاره شي طشب شي طاسة شي طنجرة، لكن عمري ما شفت جار بيستلف مرات جاره. مشي يا ملعونة، تقعدوا من غير عافية، مشي. شايفة بقى يا مرات ابني؟ شايفة عمايل فايق يطلعني بكوادر وشي وياكي كده؟ فايق دايما فصوله باردة، هنعمل إيه يا بيه؟ أما أنا لما أشوفه لازم أقتل زمرة رقبته، إنما أنت عاوز الحق، الواد عنده ذوق زي أبوه. نجلوا عروسه غزاله هربانه من جنينة الحيوانات. عن اذنك بقى. ايه على فين مسافر؟ لا اروح اجيب المصورات تاني بقى. لا لا مالوش لزوم. الليله حفله توتو وناخد صوره كده كل العيله سوا. امري. يا سلام حلوه قوي قوي. انا بس بدي افهم ايه الدوشه والزيطه اللي انت عاملاها للتوتو ده؟ عايز افرح بيه يا اخي. وانت متغاظ منه ليه؟ متغاظ؟ وانا حد مطلع عيني غير التوتو بتاعك ده؟ يا ريتك تهتم بيا ربع ما انت ما مهتميه بيه. عارفك انا متعجب يا ست. عجبني بس اعتبريني توتو نمره اثنين. ان شاء الله حتى تلبسيني كمامه وتطلعيني رخصه. لا انت
ودي ما بقتش عيشه دي. ايوه بس انا بدي اسالك سؤال بسيط، هو في حد من عيله حضرتك اصله ارمنت؟ اخرس يا بلدوج يا محسوب بني ادم غلط. لا 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 مالك يا اشواق، زعلانه من ايه؟ اتفضل يا سيدي دلوقتي من غير من توتو. ايه من غير من توتو؟ ايوه انت اتجننت يا جدع، انت من غير من واحد زي ابنك؟ اسمع يا رايق، انت خبطتلي توتو منين؟ طبعا انت عارفه قد ايه توتو غالي عندي، بيفكرني باسعد ايام حياتنا. لا اقطع العشم ولا تزودهاش، توتو مش هيتدفى. توتو هيتدفى ورايق هو اللي هيدفى. لا طيب يا ستي ما تزعليش، انا اقصد بلاش الدفى ونعمل له كده حفله عشاء ساده. نعم نعم. تعرف لو كشرت في وشه ولا كسرت بخاطره انا هروح اضحك عند ابوك واخلي عيشتك توت. طب يا ستي ما تزعليش، انا هقوم لك بالواجب والزياده. هو فين في توتو؟ توتو مع ضيوف بتوعه. يلا بقى عشان يكون زهق يعني. طب يا ستي امرنا لله، انا رايح لتوتو ده وانت تاخدي بالك من توتو ده. يا ماما ما بينرفزش وبيتجنن غير انا مش شايف انه بيتجنن ولا حاجه، انا شايف انه مبلط في الخط وانا اللي هتجنن. يا لولو هتمطر قبل ما تعيش 100 سنة وصر. يا حلو لو 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 ما تقول لنا هو 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 هو. اتمطر يا لولو اتمطر. يا حلو لو 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 ما تقول لنا هو 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 هو. مفيش في محلنا بوبي بوبي بوبي. ما تخبي الحزن ده بكمامة من حزانك يا واحد ماما. يا حلو لو 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 ما تقول لنا هاو 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 هاو. اتمطر يا لولو اتمطر. يا حلو لو 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 لا لا لو ما تقول لنا هاو 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 هاو. تعايق وتقول ان كادوا يا عشاقي شاقي شاقي من زيك والنكته ورايق رايق رايق لاش يلو حتى ولا تلاقي 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 متربى على العظم الغالي غالي وبتلو وعجالي. يا حلو لو 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 ما تقول لنا هاو 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 هاو. اتمخطر يا لولو اتمخطر. يا حلو لو 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 على اول باجور بحر راح يجوا. انت فاضل عليه يجي جمعه. امرك يا بابا. ايوه
والله يا بنتي ما تاخذينيش انا يظهر طبيت عليكم كده زي هادي من لذات ومفرق الجماعات. ابدا ابدا انت قلتلنا ان شاء الله حتى يروح يقعد شهرين. لا طمني نفسي انا حالا حاجي وقلبها الصالون مهما حاجي. والنبي يا ستي سيدي فايق بيه وحشنا خالص ولا بيبعت جوابات ولا حاجه. جيتي للحق انا فكري بيودي ويجيب لان عارفه اذا كان وصل بالسلامه ولا جراله ايه. كان لازم يبعت تلغرام. طب يمكن بعت يا ستي. بعت ازاي اذا كان ما وصلنيش؟ اصل المشوار من المطرح اللي راحوا لحد مصر بعيد وحليني على ما يوصل التلغرام. ليه هيجي ماشي التلغرام؟ عن اذنك يا ستي. صبرا صبرا يا هذا من بالباب رجل بشناب. طبعا بشناب مدي شقه حرم الاستاذ فاي بلبل. ايوه يا حضرتك اظن حضرتك جايب لها تلغراف. طب ما انا عارفه ام التلغراف يا حجيت ايه قوطه. ها ده احنا مستنيينك على نار. اتفضلي يا قمر. يا صباح الفل وصباح القشطه. روح يا شيخ الهي ما تكتسر لك بسكنات. ستي تلغراف لحضرتك يا ستي ده لازم نسيبه. يا خبر من اجل ماله التلغراف فيه ايه؟ Thank you.
غرق مع انه بقه يسع محيط. لازم زور ولا شرق ولا بلع بقه الغويط. تمسح وحوط خلوه يموت ما نعرفه مفجوع بالبالة. طبعاً عليا يتندم ويفوتني نار متأججة ويموت يا عيني بيترعش غرام في مية مثلجة وياخد زكام لما ينام في البحر يا دي البهدلة. ورور صغير والنبي وعريس ما تمت فرحته يا طولة سن شبشبي اسود حيدد على نيبت. يا نفخته يا غرقته لا حول يا اخواتي ولا الفتحة على روحه بقى او راح وفارق دنيته. لا واندفن كده سفلقة ولا حد حاسب حضرته على خرجته او دفنته. ده غلب بتوع جالة جالة. كم بدري يا سبع الفلا عالجنة رحت مبللة. فضونا وانتوا المسألة. كم بدري يا سبع الفلا عالجنة رحت مبللة. كم بدري يا سبع الفلا. كان موجود. ايوه يا فندم. نقول لها مين حضرتك؟ قولي لها مندوب شركه البواخر الغرنانه. ياما شركه البواخر الغرقانه. مين يا ضامر؟ ده المنيل المندوب المنيله. منيل مين ومنيله مين؟ المنيله شركه البواخر والمثاليين. المندوب بتاعها جاي عايز يقابل حضرتك. قولي له اتفضل. اتفضل يا حضره المندوب. معاكم سعيد. اهلا وسهلا. اتفضل. اظن حضرتك مدام فايق بيه. ايوه. انا متاسف. انا كنت فاكر حضرتك. فاكر حضرته ايه؟ مدام فايق بيه؟ لا 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 متأسف، أنا افتكرت الست المدام بتاعة حضرتك. هتبقى بتاعة حضرتي عن قريب إن شاء الله. أفندم حضرتك جاي لي عايزني ليه؟ أنا جاي أبلغك يا هانم إن بعد ما دورنا كتير على جثة المرحوم جوزك ما لقناش منها غير دراع واحد. دراع واحد بس؟ يا لطيف. أمال بقية الجثة راحت فين؟ مع الأسف افترسها تمساح ما خلاش منها غير دراع يمين وعليه جزء من جاكيتته. إن شاء الله ينزل له بالسم نهار يا رب. وكان في جيب جاكيتته المحفظه دي وفيها بعض اوراق. اتفضلي. هي دي محفظته بعينها. بركه يا سيدي اللي ما وحشتش في جيب تمسحها. رامي كان نفش المحفظه راسها. اتفرجوا اتفرجوا لقيت ايه في محفظتي؟ ايه لقيت ايه؟ ارموز؟ صورة واحدة ست. ايه؟ يا نهار اسود النجم. اخف على مدلسه. وانا اللي قاعدة مموتة نفسي من عياط عليك. وكمان كنت بتحس مش كفاية قبلك على شكلك الشمبانزي ده. حد يبقى بيتجوز الجمال ده والخفة دي ويبص لأي إنسانة في الدنيا؟ استأذن أنا بقى يا ست هاني. اتفضل يا مصطلح اتفضل. عرفت الرد؟ عليها تمام ودلوقتي بقت متأكدة من موته. أنا دايما في خدمتك يا رايق بيه. العفو العفو. ما دي الطريقة اللي هتخليها ترضى تتجوزني. إيدك يا حلو بقى. آه. خذ يا عبقري أنا متشكر جدا. عرفت وشرفت عفو. مع السلامة. لكن تعرفي يا دوم انا برضه صعبان عليا. اتخطف وهو لسه في عز شبابه. يا ست ما يصعبش عليك غالي. يكونش بدل ما يقطع تذكره على الباخره راح قطعها على الاخره. الله الله ده انت زعلان عليه خالص. يعني كنت بتحبيه قوي مش كفايه العامله السوده اللي عملها؟ صحيح انا ما كنتش بحبه لكن قدام الناس اهو كان جوزي. وما تنساش كمان العشق. على كل حال قدمت خلصت منه وانا من رايي ان احنا نعمل اجراءاتنا الشرعيه ونتجوز بسرعه وتنزل الستاره على فايق وايامه. معلوم ما فيش غير كده. انا على راي المثل الحي قدام الميت. قلت ايه يا شويه؟ هتقول ايه من حب ان للحبيب الاولي. اتفضل يا استاذ. ادي حكم شرعي باثبات وفاه الزوج السابق المرحوم فايق بلبل. هل دلوقتي لا مانع من زواجك من السيده اشواق هانم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فين وكيل العروسه؟ محسوبك وكيلها المعلم كوارع المعتبر صاحب محل جزارة لست ملاكا سابقا وطباخ الست حاليا. بسم الله توكلت على الله. الكوب واللف ده صنع والف
الحسن على المكشوف يا شمس يا طلاء يم الأوام 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 ملكوف لازم اروح معاك. تروح معاها
معاها جثه علشان تقابل جثه. انا محتاره، انا غرقانه مش عارفه هقول له ايه. تقولي له ايه؟ قولي له الحقيقه، قولي له انك رجعتي الى قواعدك سالمه. انت عايز يرمي نفسه تحت عجل القطر؟ انا مش ممكن اقول له خبر مؤلم كده اول ما اشوف. هو الاصول يا ستي تستنى عليه لما يجي البيت ومن السفر ويستريح بالسلامه وتسوقه الموضوع معلقه معلقه. انا ما عنديش مانع، بكره ان شاء الله نروح نقابله على المحطه وبعدين يحلها الف حلال. Stop.
وغسيل يلا بفرصة هائلة أطرب حلل وادعى الدلل واطبخ طبيخ العائلة في جنة الهوى والشباب عشنا أنا وانت سوا وازاي يخش لنا الغراب ويكاكفي عش الهوى له مننا ولا زينا ولا حتى حدايته هنا يلا اطرديه ولا ترحميه وقولي له ما يجيش عندنا ما بين هنا وما بين هنا مختارة وحياة ربنا هنقي مين واضحي مين ما بين مرات لتنين انا خليكي على عهدك ولا تتحولي ما الحب إلا للحبيب الأولي لا كلام أوامطى أنا الحبيب الأجملي لكنه هذا هو الحبيب الأرزلي إن سبتك انسى هتعمل ايه اقتل عزولي وموته وانت انهجرتك هتعمل ايه هخلي اهله يصوروا ده انا قطعك ده انا موتك ده انا اذبحك ده انا شرحك طب يلا وري همتك الفتحة على روح حضرتك طب يلا وري همتك الفتحة على روح حضرتك بس بقى ما تتخانقوش انتوا الاثنين هتناموا في اوضه وانا هنام في اوضه لغايه ما يحلها ربنا طب انا عازمك على العشاء اللي نادي وانا كمان عازمك على العشاء اللي نادي انا اللي عازم لكن انا عازم اقول لك انا اللي انا عازم بس هروح اتعشى معاكم انتوا الاثنين كويس كويس يلا كويس ايوه ما تاخدش منه الحساب يا جرسون انا اللي هدفع لا انا اللي هدفع لا انا اللي هدفع بشرفي لازم ادفع بشرف باباك وماماك ما حد دافع الحساب الا مو ده فلوس مضيفه ده محفظته سرقه اتفرجوا عليا الناس هنا كمان ما هو لازم انا اللي ادفع خد الحساب يا جرسون وخد كمان الحساب يا جرسون ده تصرف مجاديف مجانين مهابيل حد بيدفع الحساب مرتين انا ما اقبلش ان بلاش زي ده يدفع لنا الحساب وانا كمان كرمت ما تسمحليش ان واد زي ده يدفع لنا الحساب معايا انا انت فاكرني ايه لا ترقص معاك انت انت عايز تضحك عليها الناس ليه يقولوا عليها ايه لما شفاها ترقص مع حضرتك جايبه نسناس ترقص معاها نسناس يا كيكم وبعدين معاكوا بقى خلصنا من خناقه ده فاحنا هنخش في خناقه الرقص لا ده انتوا تخلوا ابو الهول ينزل انا عندي حل ايه هو انا ارقص مع اشواق وانت ترقص مع جرسون اخرس طيب انا عندي حل ترقصوا مع بعض على اي حاجه واللي يكسب أوريت أنا موافق وأنا كمان موافق اللي يشرب 10 كاسات من دي ولا يسترش هو اللي يكسب الرهان خلاص يبقى بارك لي لأن أنا اللي حكسب الرهان الله أشرب كاسات عم جنبك ثلاثة من محيط قدام أحبك يا أشواق بس انت ليه ما حلقتش دقنك النهارده
إذا كان شيء عاجبك روح. روح أنت اللي هتروح. أنت روح. أقولك أنت روح. أقولك روح. بعدين معاكم واحد اتخانقوا تاني، أنا دماغي بتوجعني وعايز أروح أنام. أه دماغك بتوجعني. على فين؟ على قضيبكم زي ما اتفقنا، اتفضلوا. طيب على قضيبكم. اتفضل. أنت كمان. أنت اللي أنت مصدقي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت؟ ايوه انا. عايز تستخبينا وتخرج مش كده؟ ابدا والله العظيم، اصل انا بمشي وانا نايم حتى اشوف. اسمع كلام الكلام ده، ما تخش عليا. اتفضل نام. نام بقول لك. ادينا حاليا. ايه؟ تصبح على خير. مالكش دعوه. احسن خير ما خيرش، اصبح المأذون. الحمد لله اهو. لا يا اخويا ده لسه ما نامش. يا ماماك اعرف لو عملت ميت برضه مش هديلك امان. اقول لك انا هربطك عشان ما تتحركش، وانا كمان هربطك عشان ما تتحركش. حاتم انت اصلك ضمن اهو. دلوقتي الواحد ينام وهو متطمن. ابقى وريني شطارتك بقى يا عم. الاهرامات. يا حفيظ الدنيا حر، هتخنق هموت. حر ايه يا بني ادم؟ والواحد هيموت من البرد. انت بردان لان دمك بارد، لكن انا دم حامي ولع سخن. السخن وايه غرضك بقى يا حضره السوخ؟ طالع اشم الهوا في البلكونه. ما هو لملم يمكن، لازم رجلي على ارجلك. يا جدع انت مش كنت لسه بتقول انك بردان؟ مالكش دعوه، هتاخد نزله شعبيه. انا حر. اتفضل. لا اتفضل الزكم انت الاول. ايه؟ يا سلام، شايف قد ايه الجو جميل. منعش. منعش ولا مرعش؟ انت عايز الحقيقه؟ الجو هنا رايق، مفيهوش لا زعابيب ولا مطر ابدا. اللي نزل علينا دي تبقى شرب فراخ. انا في الواقع منسجم جدا. وانا منسجم جدا. اسمع، ما تيجي يا ابن الحلال نخش اوضتنا. لا يا اخويا مبسوط هنا، اتفضل انت خش. طيب تحلف لي بشرف والدك ما تخشش لاشواق من ورايا وانا اخش ومن غير ما احلف. خش انت واقف على ابن المفتاح. ايوه خلي المفتاح معاك. والله فكره، انا هخش واسيبك هنا، بس اعمل معروف خليك لغايه لما ينسى بعض. يا ماما. يا سلام، سرطان سرطان يا جد انت. يا سلام على جمال الطبيعه. دلوقتي الجو يبقى خالي حبست المغفل. يا سلام على جمال الطبيعه. أشواق أشائيشو أنشوق. أشواق اصحى وكلمينا حياتي، ومن عيد الماضي وذكرياتك. أشواق أشواق كلمينا حياتي. أكلمك أقول لك إيه؟ هتفوت روميو المزيف وهتفضلي لي أنا روميو الحقيقي. قلت إيه يا جوليت؟ قلت كده أشواق. وأنت؟ أيوه. إيه اللي جابك هنا؟ وأنت إيه اللي جابك هنا؟ بره انت اهو. لا بره انت اهو. مش قادر استحملك اكتر من كده. انا لازم ابعدك من طريقي باي وسيله. ياخد انا حاجه كده. سويها يا بنات. يا بنات 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 عشان اموتك يا شيخ. خطيتني انا بحسبك رايق. اخرج
طيب. تؤمر يا معلمي. وين ستك؟ نامي؟ لا لسه يا معلمي. سوسو يا عيون فارس. سوسو يا سوسو حنسوسو. ولك سوسو. شو؟ هيدي منها ها؟ شو هالقصة؟ شو هالهبد والرزع اللي جوات الدولاب؟ مبين هذا لص؟ يا جوزيفين يا جوزيفين قصدي تعالى ها؟ مبين في حرامي جوات الدولاب. حرامي؟ إيه؟ يا ركبي يا باباسي يا جوزي الدولية يا جناب اللص. أنا واقف في ناطور ها. إن شاء الله رح تطلع من باب الدولاب على باب اللومان. اتخانقت مع الست بتاعتي فقفلت في وشي الباب فحبيت اطلع لها من الشباك.
مين هي الست بتاعتك؟ الست أشواق الرقاصة. طيب وانت كنت طالع لمين؟ للست أشواق بتاعت البيت. لا يا شيخ، يعني حضرتك كمان قريبها؟ قريبها؟ ده انا ابقى جوزها. جوزها؟ امال انت تبقى ايه؟ ابقى برضه جوزها. بتصنعوا الجنون عشان تتخلصوا من الجريمة؟ اتكلم كويس انت وهو. والله العظيم انا جوز أشواق. وانا كمان برضه والله العظيم جوز أشواق. يعني قصدك تقولوا ان أشواق متجوزة اتنين؟ مظبوط. لا دي جناية لازم النيابة تحقق فيها. لا يمنع النيابة. انا اطلب من النيابة حفظ اوراق التحقيق. اثبت لها ان زواج الست أشواق بالاستاذ رايق تم بحسن نية بعد ان ابلغت خبر وفاة زوجها الاول غرقا واستصدرت من المحكمة الشرعية حكما بطلاقها منه. يحفظ التحقيق حيث لا جريمة في الموضوع. يحفظ ايه؟ طيب نروح ده؟ مع السلامة. يعني النيابة مزعلانة مننا؟ مين فينا اللي كسبها يا استاذ؟ تعالوا معايا على مكتبي نتفاهم هناك. اتفضلوا. ده انا جوايات المشرحة. انا لا انا عايزه ده ولا عايزه ده، انا عايزه اسافر استريح من اللي عزيته منهم. وده كانوا هيسيبوني انا كمان والناس حتى. انا شايفه بهوات ان المساله تتطلب شيء من التضحيه منكم. اذا كنتم بتحبوها صحيح ما تخلوهاش تنسحر وتروح ضحيه انانيتكم. سيبوها ادوها حريتها لمده اسبوعين ثلاثه، وبعدين لما اعصابها ترتاح وفكرها يروح تبقى تختار الشخص اللي هي عايزاه منكم. ايوه، اذا كان بعدي عن أشواق حيكون من اسباب سعادتها فانا سعادتها تهمني جدا، ولذلك انت حره من دلوقتي يا أشواق. وانا كمان احب انها تكون سعيده ولو على حساب سعادتي. من دلوقتي هي حره. أشواق جود ايفنينج يا أشواق. الوداع يا أشواق. يا اخويا اسمعي. غريب صوت الرصاص. الحقوني انا رايق سحان وراقع نفسه بالرصاص. السحر يا خرابي فين؟ في الشارع؟ لا يا اختي هنا في الاوضه الثانيه. يا رايق ده زي ما استنى يا فندم. لو النبي حتى فتشيني. الاسعاف الاسعاف. روح اطلب الاسعاف بسرعه. هي فين الاسعاف؟ فين المعتزل التليفون هنا؟ روح اطلبها. الاسعاف هي فين؟ يا اخويا اسرائيل انا عاوز الاسعاف اللي بتربط مثل اللي تكسب. حل عن حيل. تليفون تليفون. ابو تليفون. يا حبيبي يا رايق كلمني يا رايق. لا حول ولا قوه الا بالله. كده يا رايق تموت وتسيبني بفكرتك يا روح. انا ما متش يا روح. لا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت صاحي؟ ايوه صاحي. ما اتعورتش؟ ما انجرحتش؟ ولا جرالة اي خدش. الله، امال ايه حكايه الرصاص اللي سمعناه ده؟ لا لا لا، ده انا حبيت اشوفك بتحبيني ولا لا. طلعت المسدس من جيبي ورحت ضارب رصاصه في الهواء واترميت على الارض. يعني عملت خدعه غرامي. ايوه، والحمد لله تاكدت من حب أشواق وعرفت ان احنا الاثنين لبعض رغم كل شيء. وانا دلوقتي بس عرفت انك راجل غشاش ومنافق وخليتني عيطت وانقلت من غير سبب، وعشان كده انا اكيد اهو. تعال. الله، هو فين؟